كولومبيا عثرت على أكبر كنز في تاريخ البشر غارقاً قبالة سواحلها، أعلن ذلك رئيسها السابق عام 2015، وها هو رئيسها الحالي غوستافو بيترو يرث معركة انتشاره المثيرة للجدل. وتسعى حكومته لبدء العملية بين إبريل ومايو من عام 2024. فما هي قصة الكنز ولماذا يتنازع على ملكيته الكثيرون؟ تعالوا نعرف. بين الأعوام 1701 و1714 شنت بريطانيا حرب الخلافة على إسبانيا بسبب خوفها من توسع نفوذ فرنسا. كيف؟ وقتها تولى حكم إسبانيا فيليب إنجو بعد وفاة ملكها كارلوس الثاني دون وريث، وفيليب كان سليل أسرة بوربون الحاكمة لفرنسا. ولا نبالغ لو وصفنا الحرب بأول حرب عالمية عابرة للقارات بين أسطولي بريطانيا وإسبانيا، وكانتا من أقوى دول العالم وقتها. في تلك الفترة كانت إسبانيا استعمرت معظم أمريكا الجنوبية، ووجهت السفينة الشراعية سان خوزي الضخمة الموصوفة بدرة تاج أسطول الأرمادا البحري الإسباني لأمريكا الجنوبية لجلب ما يقارب من 11 مليون قطعة من الذهب والفضة والأحجار الكريمة والتحف لإسبانيا حتى تمول الحرب. يوم 5 يونيو 1708 هاجم الأدميرال شارلز ويجر أحد قادة الأسطول البريطاني سان خوزي على سواحل منطقة كارتاجينا. كان قصده سرقة الكنز، لكن السفينة انفجرت وغرقت ونجا 11 شخصا فقط من أصل 600 كانوا على متنها. غرقت السفينة بحمولتها التي تقدر قيمتها بعشرين مليار دولار بأيامنا، ومن المتوقع أن يشتعل خلاف بين عدة أطراف تدعي ملكيتها، أولها إسبانيا الدولة صاحبة السفينة، ومؤسسة غلوكامورا الأمريكية المتخصصة في البحث عن حطام السفن، والتي تقول إنها أعطت إحداثيات الحطام للحكومة عام 1981 وتطالب بنصف قيمة الكنز، علماً أن كولومبيا تؤكد أن إسبانيا لا يجب أن تكافأ على احتلال القارة ونهب ثرواتها ولا حق لها في السفينة، كما وأن كولومبيا هي من عثرت على الحطام عام 2015 وفي مكان مختلف عن إحداثيات المؤسسة الأمريكية، وأن هذا المكان سر لحكومة كولومبيا. ثم إن أحفاد قبائل كاراكارا المنتشرة في أمريكا الجنوبية يقولون إنهم الأحق بالكنز لأن أجدادهم استخرجوا الذهب والمعادن الثمينة من مناجم القارة. كل هذه المشاكل حول الكنز ليست جديدة، الجديد أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو أعلنت معارضتها استخراج الكنز أصلاً، وتقول إن قيمته التاريخية تعدت الثروة المادية، والسفينة يجب أن تبقى غارقة على حالها وموقعها ملكاً ثقافياً إنسانياً لكل البشرية، وأن أي محاولات انتشال ستضر بالموقع وتنتهك معاهدات المحافظة على التراث الإنساني تحت البحر. بينما يصر وزير ثقافة كولومبيا خوان ديفيد كوريا على المهمة، ويذكر أن حكومته رصدت مليار دولار مبدئياً لانتشال الكنز، وأن المهمة ستقوم بها روبوتات ولن تلحق ضرراً بالسفينة وهيكلها، كما أن بلاده هي صاحبة الكنز وهي من سيتولى المحافظة عليه ولن تتاجر به، وستعرضه في متاحفها لكل البشر. في كل يوم فيديو جديد، اشترك معنا لكي لا يفوتك شيء، ولا تنسى الإعجاب ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء.